إن الصيد بالجوارح مدارس ومذاهب تختلف باختلاف التضاريس وجغرافية المكان والمناخ، ففي المشرق العربي عرب آخرون بلغوا مراتب عالية فريدة في أساليب ترويض الصقور، إلى أن أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هويتهم الثقافية. فلقد حرص العرب في منطقة الخليج على اقتناء الصقر دون غيره من الجوارح الأخرى، إلا أن هذا الاختيار يبقى موضع استفهام كبير، فهناك العديد من الجوارح أكبر حجماً من الصقر وأشد افتراساً كالحدات السوداء والعقبان، إلا أن هذا الحجم الكبير أصبح معوقاً للسرعة، مما يجعله غير جدير بالمنافسة مع الصقور. فالصقر يتميز بسرعة طيرانه والتفافه ودورانه، مما جعلت منه الجارح المثالي في رحلات الصيد الصحراوية عند البدو، فوزنه المتوسط مقارنة بالجوارح الأخرى منحه السرعة والمناورة، فهو يمتاز أيضاً بالتحليق بزوايا حادة والتأرجح والهبوط السريع. فأجنحة الصقر طويلة ومدببة نسبياً ذات ريشات ملتوية، ولكل جناح 10 ريشات طيران أولية، فهذه الأجنحة قادرة على الطيران السريع والمستديم ومهارات عالية في المناورة. تبدأ عملية الترويض للصقر منذ اللحظة الأولى لصيده، فيجوع ليومين أو 3، لتبدأ بعدها سلسلة من خطوات التعارف تتعزز فيها العلاقة الإيجابية بين الطرفين، عبر تقديم الطعام للصقر كمكافأة له عند القبول أو حرمانه عند العصيان. ولعل مفتاح النجاح في هذه المهمة التي قد تمتد لشهرين متتاليين هو الصبر والمواظبة اللينة. يعرض كروان كثير من مكان قريب على الصقر المتدرب لإغرائه بالإقدام عليه. يبدو الصقر متردداً بعض الشيء، لكنه أمسك بالفريسة ليجتاز بذلك مرحلة متقدمة في التدريب. يقترب المروض بحذر حتى لا يفزع الصقر بعد تجربته الناجحة، ليكافئ على إقدامه فيساعده على التهام جزء من فريسته. تعد الحباري أحد المكونات الأكثر تأثيراً لتطور استمرار الصيد بالصقور، فهي الطريدة الأولى في رحلة القنص. يعيش في المناطق السهلية الجافة، ويمتاز بتأقلمه ضمن بيئته الطبيعية في الصحراء، حيث منحه لون ريشه تمويهاً طبيعياً يساعده على الاختفاء والانكماش بلا حراك خلف الشجيرات الصغيرة. تقطع الحباري مسافات طويلة سيراً على الأقدام في بحثها عن طعامها بدلاً من الطيران، وذلك خوفاً من الجوارح. إلا أن الحذر لا ينجي دائماً، فآثار أقدام الحباري على رمال الصحراء تعتبر بمثابة الدليل الحقيقي الوحيد على وجود الحباري بمنطقة معينة لقدرتها الفائقة على التخفي. فرمال الصحراء الناعمة الدقيقة أكسبت سكانها مهارة في اقتفاء الأثر، حيث يستقطع الصياد أثر الحبار عبر الرمال ليستدرجها بمهارة وليحدد اتجاهاتها واستنتاج أوقاتها. تسرع الحبار بخطواتها عند إحساسها بالخطر، ولعل الخطر الحقيقي يكمن في هذا الصقر المقبل من بعيد.